خرجت المئات من نساء مدينة إبل اليوم رفضا لتواجد الجماعات المسلحة في المحافظة، ورفعت النساء لافتات وشعارات تطالب بسرعة مغادرة المسلحين من مدينة إب، والتي تسببت في نشر الخوف والرعب في نفوس الآمنين، خصوصا الأطفال والنساء الذين لم يتعودوا على مثل تلك المظاهر المؤذية لكل من يشاهدها حد تعبيرهن. وطلبنا باستعادة أجهزة الأمن والجيش الرسمية للقيام بمهامها لما يمثله تواجد المسلحين من مخاطر على الوطن وعلى أمنه واستقراره وتماسكه الاجتماعي. محافظ إب القاضي يحيى الإرياني استقبل ممثلات عن النساء المتظاهرات تتقدمهن عضو مؤتمر الحوار كاملة القطيبي، حيث ناقش معهن طبيعة الأوضاع في المحافظة، مؤكدا أنه ومعه كل المكونات السياسية حريصين على تجنيب المحافظة الفوضى والانزلاق إلى الحرب. نشتي لا سلاح ولا نشتي شيء، احنا خلقنا سنة الله تعالى ورسوله يحفظ ابناءنا واليمن. كفاكم استهتارا بالحقوق والحريات، ونقول لهم ان هذا العمل لن يرضي ولن ينفع ولن يستفيد منه الا اطراف خارجية واطراف اقليمية واطراف داخلية متنفذة تريد العبث بمقدرات البلاد والعبث بمخرجات الحوار التي جاهدنا لكي تخرج إلى النور. باسم كل نساء إب ندين ونستنكر وجود أي ميليشيات مسلحة في مدينتنا الجميلة، ونحن إذ نقف هذه الوقفة نوجه رسالتنا لأعضاء السلطة المحلية والأمن، ونقول لهم أنتم المسؤولون عن أمن المحافظة.